خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. اهلا 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 يا سيادة اللواء. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، والف مبروك للمصريين. الف الف مبروك. ده ربنا مبارك والحمد لله. اولا يا بختكم ويا بختنا في نفس الوقت، فيبقى حضراتكم عندكم الكنز، وزي ما يقولوا كده ايه، الخير يعم على البلد بحالها. هو الكنز ده الوجود منذ معلش يا سيادة اللواء، الخط بيقطع جامد جدا، غالبا سيادتك موجود في مكان ما، الشبكة فيه محتاجة تقوية. ممكن كده احسن؟ كده جميل، كده جميل، اتفضل يا فندم. هو طبعا الكنز ده موجود امل للمصريين منذ الثلاثينات زي ما اشار فخامة الرئيس، لكن في محتاج اراده سياسيه الحقيقه. فخامته وجه من 3 سنين كل اجهزه الدوله تعاملت جهاز الخدمه الوطنيه، هيئه المواد النوويه، وزاره الكهرباء، كل الجهات تعاونوا انه يخرجوا المشروع للنور، مجمع صناعي علمي ضخم لست مصانع لست خامات نادره ودقيقه. المواد التعدينيه موجوده على الشاطئ منذ سنين، هي ترسبات من نهر النيل على شاطئ البحر كانت موجوده. الحقيقه استخراجها وتركيزها تم بناء كراكه استوردها مخصوص من هولندا بتضرب الكهرباء، اتعمل لها بحيره على البحر الصناعيه، نزلت المصنع التركيز العائم اللي وراها بينقل اليها، ثم يتم التركيز والنقل لمجمع المصانع اللي هو بالقرب منها اللي فخامه الرئيس افتتحه النهارده. حقيقه عمل صناعي ضخم جدا، بترول جديد وغاز جديد وذهب جديد لمصر، بشار الخير دايما. الله اكبر. الحمد لله في الجمهوريه الجديده، الحمد لله انه بقى امل ل 200 سنه جايه، يعني وعندنا الساحل من رفح لغايه ابو قير 400 كيلو. 400 كيلو. الجزء اللي بنشتغل فيه حاليا جزء لا يتعدى ال 2 كيلو، فانت عند حضرتك امل ل 200 سنه جايه لكل اكتشافات جديده. وده بيحقق طبعا ملايين الدولارات او العمله الصعبه اللي كنا بنستورد بيها الخامات الدقيقه للصناعات الوطنيه الموجوده، وايضا هيوصل صناعات مع جديده تكنولوجيه والكترونيه ودقيقه، صناعات زي السيارات والصواريخ والسفن وصناعات نوويه واعمال كتير، بويات وسيراميك وحديد. الحقيقه الجانب الجديد كله صناعات، واتمنى ان باذن الله الخير الناس تبقى حاسه بيه، لانه بشاير خير زي الغاز وزيه زي البترول. لا ده حضرتك قلت دلوقتي في وسط الكلام يا سياده اللواء كلمتين جامدين قوي، سيبنا بقى من السيراميك والازاز، ده احنا بنتكلم على صناعه صواريخ وصناعات متعلقه بالتكنولوجيا النوويه وما الى ذلك. يعني لو صح التعبير ولو سمحت لي باستخدام المصطلح، هو احنا هنركب القطر ده؟ هو لازم الصناعات دي، اي دوله بتشهد تقدم لازم الصناعات دي تتوطن فيها، وده اللي فخامه الرئيس بيعمله مع الوزارات المعنيه، الصناعات بكاملها، سواء كامل الصناعات اللي بتستخدمها المواطن في حياته، او الصناعات الاخرى زي صناعات احنا كنا محتاجينها، صناعات دقيقه، رقائق الكترونيه، صناعات التحول الرقمي، صناعات كثيره تعتمد على نوعيات من المعادن نادره والدول كلها بتدور عليها، فهو الخير اوجد في مصر، محتاجه بس ان حد يخرج المشروع للنور. الحقيقه الاراده السياسيه للدوله وفخامه الرئيس خرجت المشروع للنور، محتاج دعم كتير لخروج عديد زي ما فخامه الرئيس قال من المجمع الصناعات ده، يبقى مفروض منه اكثر من مجمع، ومحتاج القطاع الخاص يتشارك، يعني محتاج احنا منطقة صناعية على بعد عدد من الكيلوات من المكان ممكن تتواجد فيها بالتشارك مع أجهزة الدولة، مع أجهزة الخدمة الوطنية،
المكان موجود على الدولي، العماله متوفره ومدربه سواء من مهندسين من جامعه كفر الشيخ او عماله من التعليم الفني، لان عندنا مدرسه للبعدين. فالامل كبير والمستقبل مشرق، وان كان سنه جايه للذلك يعني الواحد حاسس بالزهو والفخر. واستاذ الرئيس اطلق ده في هدوء من ثلاث. طب ده احنا كده يا سياده اللواء، الخط راح تاني ولا ايه؟ لا انا معاك. طب ده احنا كده يا سياده اللواء، ويمكن يعني زي ما يتقال كده الشيء بالشيء يذكر، وحضرتك بتتكلم على المدارس الفنيه الجديده، احنا كده اظن هنحتاج، يبقى وصححني برضو، احنا هنحتاج كده مدرسه فنيه تكنولوجيه متخصصه في التكنولوجيا النوويه تبقى بجوار هذا المجمع الصناعي، وبالتالي تخرج لي الكوادر الفنيه اللازمه لهذا المجمع. هو طبعا زي ما حضرتك بتقول، والحقيقة أنا بشيد إن دايما الصناعات اللي بتقام بتشغل أهالي المحافظة اللي موجودة. إحنا الحقيقة المصنع بيوفر حوالي 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أكثر من 85 منهم من أبناء كفر الشيخ. وطبعا ده هيحتاج إنشاء عدد من المراكز الأخرى أو المجمعات الصناعية الأخرى. ده هيحتاج إنه دعم تاني من فنيين ومن مهندسين و فهيبتدي لازم يحتاج ان يتخرج له دفعات جديده من التعليم الفني او التعليم صحيح. الجامعي. صحيح صحيح صحيح. اشكرك جدا سياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الف مبروك لحضرتك، الف مبروك لاهالي كفر الشيخ، الف مبروك لينا كلنا بالمناسبه يعني.